بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالنور والسرور مشاهدينا ومستمعينا عبر أثير موجة 97 FM في كل مكان داخل وخارج قطر. يا هلا ومرحبا بكم في يوم جديد يجمعنا معاكم من خلال شاشة الريان. يتجدد لقانا في الصباح طبعا رباح لننقل لكم الأحداث من قلب الحدث خطوة بخطوة ونناقش مواضيع تمنا وتمكم. وصبحت الله بالخير يا نيلة. صباح النور يا نور، ومع إشراقة شمس يوم جديد نبدأ صباحنا بالتفاؤل والأمل والثقة، فاسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الصباح رباح. في بداية حلقتنا بنقدم لكم باقة منوعة من الموضوعات، وأيضا طبعا في فقراتنا اليوم تعاون خليجي في مختلف المجالات والقطاعات يرصدها لنا مناديبنا. عندنا من فندق سانت ريجس اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وأيضا أخوي اللي بتابعها لنا أخوي عبد الرحمن المري من فندق الفور سيزن. وعندنا أيضا من فندق الشيرة اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي الخليجي مع علي النعمة، وأيضا غانم المعاضيد غانم العلي فينقل لنا الصوت والصورة من اللقاء التعريفي لكلية الطب واللي يستضيف المركز التعليمي في مؤسسة حمد الطبية. أنا اليوم كلي حماس عشان أنتي معي الصراحة. ونور بالإضافة لعلوم جرايدنا اليومية وحوارنا مع ضيفاتنا في استديو الصباح رباح بنتكلم معاهم عن موضوعات متنوعة. بداية صباحنا وياكم بهاللقطات الصباحية والنقمات الجميلة. مشاهدينا من هاي النغمات الصباحية والتفاؤل والحماس اللي فينا نرحب بضيفاتنا في استديو الصباح رباح. والموضوع اللي بنناقشه اليوم والرئيسي هو الابتعاث الخارجي، وبتكون معنا الفاضلة نعمة الفايز استشاري إرشاد طلابي بهيئة التعليم العالي في المجلس الأعلى للتعليم. ومو ببعيد عن هالحوار بنسلط الضوء على شركة ميرسك قطر للبترول اللي نظمت مسابقة قادة المستقبل بمشاركة ما يزيد على 200 طالب وطالبة من مختلف المدارس الثانوية والجامعات، وذلك جزء من التزامها بزيادة القدرات القيادية للطلبة. بنتحدث أكثر عن هالموضوع معنا في الاستديو الفاضلة موزة يوسف النعيمي مديرة خدمات الموارد البشرية في شركة ميرسك قطر للبترول. ويا هلا مرحبا فيكم ضيفاتنا في استديو الصباح رباح. وفي البداية نبدأ معك أستاذة موزة، لو تكلمينا عن فكرة مسابقة قادة المستقبل. في البداية حبيت أشكركم على استضافتكم لنا في البرنامج. فكرة قادة المستقبل يعني هي نابعة من دعم ميرسك المتواصل حق رؤية قطر 2030.
احنا يعني طورنا استراتيجية تدعم رؤية قطر. نعم. بحيث ان احنا نحاول ان احنا نشجع او نستقطب الطلاب انهم يدخلون التخصصات العلمية. لاحظنا ان في قصور في سوق العمل في التخصصات العلمية، التكنولوجيا والعلوم والهندسة. نعم. عشان نطور أو نجذب الطلاب إنه يدخلون هاي التخصصات، طورنا هاي المسابقة بحيث إن إحنا نشجع الطلاب يدخلون عندنا، يأخذون دورة تدريبية، يحسون بالخبرة ويتعلمون من القادة اللي موجودين عندنا والخبراء، ويشوفون شنو نوعية التخصصات إذا يعني دخلوا شنو المستقبل. نعم. فيجربونها من ناحية عملية. هاي الخبره هذه بتساعدهم ان يتخذون قرار وين يدخلون، وين يتخصصون في المستقبل، وشنو اي في المستقبل. نعم. شنو يحبون يصيرون في المستقبل. جدا وايد حلو. طبعا يتعلمون، بس ان فكره المسابقه تهدف حق شيئين. طبعا تعطيهم الخبرات وحق الطلاب الثانويه ان هم يقررون تخصصاتهم من البدايه ويروحون حق التخصصات العلميه. بس حق الطلاب اللي قريب التخرج، المسابقه تنفعهم ان هم ياخذون الخبره العمليه وتعطيهم هذه الخبرات ان القدرات ان هم يندمجون طبعا في سوق العمل بصوره سريعه، ويكتسبون الخبرات ان شنو جو العمل، فرق بين الدراسة والعمل، الحياة صحيح. العملية. نعم. إيه؟ صحيح. أستاذة موزة، يعني من قادة مستقبل ننتقل حق أستاذة نعمة والابتعاث. إذا بنتكلم عن دور مكتب الإرشاد أستاذة. طيب، يسعدني أول شيء أن أنا أكون معاكم، نخبة جميلة ما شاء الله عليكم، وأرحب مشاهدينا والمستمعين. ودور مكتب الإرشاد اللي هو أحد مكاتب هيئة التعليم العالي، استقبال طلبات الابتعاث. نستقبل الطلبات الابتعاث، وصار التقدم حالياً للبعثة إلكترونياً. نستقبل الطلبات، نراجع المستندات المقدمة، ومن ثم نتواصل مع الطالب أيضاً إلكترونياً لو في مستند ناقص، لو قبول الجامعي يكون من جامعة مش على القائمة يكون قبوله مشروط، فإحنا نتحقق مننا المستندات كاملة، لأنه يهمنا لما نرفع الملف ما يرجع لنا بسبب أي مستند ناقص أو لعدم اكتمال شروط الابتعاث. حلو. فهذه من أهم دور المكتب الإرشاد. وبالتالي أيضا في طلبة يزورون المكتب، أهالي أولياء أمور اتصالات، فكلها هذه دور بعد نقوم في إرشاد الطالب كيفية التقدم للبعثة. نعم. نعم. مع كيفية التقدم للبعثة وتقديم الأوراق، هل هناك دور ثاني بعد تقومون فيه؟ طبعا احنا دورنا لا شك من اسم المكتب مكتب إرشاد، فإحنا هيئة التعليم العالي يعني عد لمعارض جامعية. حلو. ندعو فيها الجامعات اللي على القوائم الرسمية. نعم. سواء داخل قطر أو خارج قطر، ونكون معرض جامعي ندعو لطلبة المدارس. طبعاً مفتوح لأولياء الأمور، يكون صباحاً ومساءً، ورح يكون في أكتوبر دائماً ورح يعلن عنه. الطالب في هالوقت وإحنا موجودين أيضاً بيتعرف على الجامعات، وإحنا بنتعرف أيضاً على هالمعارض والجامعات المشاركة أيضاً. لكن خلينا نروح الحين مباشرة لنديبنا عبد الرحمن المري، متواجد في فندق سانت ريجس، يوافينا بتفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. التفاصيل عندك يا عبد الرحمن. شكرا يا نور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. يعقد في فندق السانت ريجس اجتماع الثاني للجنه الوزاريه لاصحاب المعالي والسعاده وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليج
العربي. الحديث أكثر عن هذا الموضوع وأهمية الاجتماع وأهم البنود اللي راح تقترح إن شاء الله تتفق عليها وأهم التوصيات، نستضيف معنا من لوبي فندق سانت ريجس السيد خالد عبد الله الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اللي بيكلمنا أكثر عن هذا الاجتماع. مرحبا بك أبو عبد الله عبر شاشة قناة الريان، والله يعينكم إن شاء الله في هذه الاجتماعات. بداية أهم الحوارات أو أهم البنود اللي راح يكون فيها في هذا الاجتماع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لاجتماع الوزراء اليوم بيكون، هاي الاجتماع كان في أمس اجتماع الوكلاء تحضير الاجتماع الوزراء فيها، هي وضع استراتيجية لوزارات العمل في دول الخليج فيها عن العمالة وعن هذه العمالة. نعم، أهم التوصيات اللي ممكن تطلع منها، أهم البنود، لو تعطينا نبدأ عامة شوي عن هذا الاجتماع، أهم الوزراء اللي كانوا موجودين طبعا في دول مجلس التعاون. والله بالنسبة للوزراء كلهم موجودين، معاليهم كلهم موجودين، عندنا وزير الوزير العمل الإماراتي السعودي، وزير العمل البحريني العماني موجود، بيكونوا مشاركين فيها وبتكون وضع استراتيجيات للعمالة في الدول الخليج. نعم، هل في أي مقترحات من دولة قطر بما أنها الحين ماسكة الرئاسة الوزارية الحين بمناسبة عقدها المؤتمر في الدوحة؟ دور قطر طبعا دائما سباق في العمل والعمال، لكن هل في أي مقترحات بالنسبة لقطاع العمل والعمال بالنسبة لدولة قطر؟ والله في مقترحات مطروحة، بس لحد المفروض اليوم تنطرح على الوزراء فيها موجودة إن شاء الله. مش أهم القرارات ممكن تطلع، ممكن توصيات اللي تطلع في هذا خلال هذا الاجتماع؟ والله إن شاء الله بتكون توصيات جيدة لدول الخليج فيها كلها كاملة. أبو عبد الله، يعني كلمة تحب توجهها لكل المشاهدين بخصوص هذا الاجتماع، يعني مجتمع مهم يخص العمل والعمال، هذا طبعا الاجتماع الأول للجنة الوزارية، ثاني كان في أيضا بالأمس اجتماع وزارة الشؤون أصحاب المعالي والسعادة أصحاب وزارة الشؤون الاجتماعية اللي كانوا موجودين أمس، لكن اليوم وزارات العمل، وتكلم شوي عن أهم المقترحات، كلمة تحب توجهها بالنسبة للعمل. والله بالنسبة عندنا، احنا عندنا بالنسبة للمجلس اجتماع وزراء العمل بتكون هي وضع استراتيجيات لدول الخليج بالنسبة للعمالة الموجودة في الدول، وضع خطط لها وتحسين أوضاع العمالة فيها. نعم، أي كلمة حب توجهها أبو عبد الله بنص هذا؟ والله نشكر قناة الريان على تواجدهم معنا واشتراكهم معنا في المؤتمرات هذه. ان شاء الله يعطيك العافيه. كل الشكر للسيد خالد عبد الغانم مدير اداره تفتيش العمل وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، الله يعطيكم العافيه والتوفيق ان شاء الله في مهامكم في هذا الاجتماع، الاجتماع الثاني للجنه الوزاريه لاصحاب المعالي والسعاده وزراء العمل بدول مجلس التعاون. هناك خطط واستراتيجيات مثل تفضل الاستاذ خالد، هناك عده مواضيع مقترحه كانت في اجتماع الوكلاء بالامس او بالاول امس لاجتماع وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون، هناك قرارات ان شاء الله توصيات مهمه راح تطلع في هذا الاجتماع. هذا ما عندنا، ونرجع للزميلات في الاستديو. صباح ربح. يعطيك العافيه اخوي عبد الرحمن، وكل الشكر حق ضيفك، وبالتوفيق باذن الله. فقراتنا متواصله وياكم مشاهدينا، نروح فاصل قصير ونرجع من بعد نتابع المزيد مع ضيفاتنا لليوم، انتظرونا. Thank you.
رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، ونرحب بضيفتنا الأستاذة مريم الدوسري، خبيرة في مجال التنمية البشرية. يا هلا فيك أستاذة. يا هلا فيكم، مرحبا أستاذة. طبعا حوار اللي يدور اليوم هو تعليمي بحث. إذا بنتكلم عن الابتعاث ونفسية الطالب، كيف يأهل نفسه حياتيا ونفسيا للابتعاث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نهني الكل بعام دراسي جديد، وإن شاء الله يكون عام مليء بالإنجازات وموفق للجميع إن شاء الله، لكل طلابنا ولأولياء أمورهم، لمعلمينا والهيئة الإدارية، الكل يشارك في عملية التعليم والتعلم. طبعا موضوع الابتعاث موضوع شيق جدا، موضوع يعني اعتبره تجربة إنسانية اجتماعية فريدة من نوعها، محظوظ اللي مر بهذه التجربة بصراحة، لأن معظمهم يرجع بشخصية أخرى مختلفة متميزة. إذا بنركز على المهارات النفسية والمهارات الحياتية بشكل عام، يعني أتوقع أو أفترض أن المبتعث في بداية أو مقتبل العمر، مقتبل الشباب، إما يكون تخرج من الثانوية حديثاً أو على الأقل تجاوز سنة أو سنتين من التخرج، فأكيد القلق طبيعي، التخوف طبيعي من الانتقال إلى بلد آخر بثقافة أخرى، مجتمع آخر، غربة. يعني حتى مسمى الغربة والاغتراب يشعر الإنسان بالهيبة والقلق والخوف من المجهول، شيء طبيعي جدا، مشاعر طبيعية جدا، وما يخافون ولا يقلقون إن هذا غير طبيعي أو أنا إنسان غير واثق من نفسي، لا أبدا بالعكس، هذه هي سمات النفس البشرية. لكن لا يزيد القلق عن حده بحيث أنه يعيق الإنجاز أو يجعله في يوم الأيام أو حتى يفكر بالتردد في اتخاذ القرار، هذه اللي إحنا نخاف منه بس. وإن شاء الله إحنا نتأمل فيهم بكل ثقة إنهم فعلا هم متميزين بكل المقاييس، إنهم ناس، بس مجرد كلمة أنه مبتعث فهو إنسان متميز. ولذلك علينا يعد نفسه إعدادات من نوع آخر تتناسب مع مستوى التجربة اللي هو رايح لها. إحنا قلنا من البداية أنها تجربة إنسانية واجتماعية فريدة من نوعها، إذن أنا سوف أقدم لنفسي إعداد جيد يليق بهذه المكانة أو يليق بهذا الحدث. فأنا أفترض لو كان ابني أو بنتي، وكلهم بناتنا الله يحفظهم وعيالنا، أوصيهم أولا بتقوى الله، الثقة بالله تماما، أن هذا العلم فريضة وأنه باب جهاد وباب صدقة جارية له، فكل هم كل قلق يصيبه وتعب في السفر وفي التنقل وفي الحجوزات وفي التأشيرة وفي خروج الأوراق، البعض قد يصيبه نوع من الملل والتردد في هذه الفترة أو التعب،
فمجرد يشعر بالتعب يقف في محطة من المحطات، نقول لهم ابدا لا تقفون. بس بعد استاذة مريم انا اعتبر ان الواحد ما يحس بحلاوة الشيء الا ما يتعب فيه. نعم، واصلا المعاناة سبحان الله يعني اثبتت كل الدراسات والحياة كمدرسة ان كل ما عانى الانسان وتعرض لدرجة من الالم تعلم اكثر في الحياة، كلما اخطأ اكثر تعلم اكثر. صحيح. فالمعاناة هي مدرسة التعليم في الحقيقة. نعم. لكن عليهم بتقوى الله. الشيء الثاني حتى يكون نفسيته على الاقل نوعا ما في مرحلة من الهدوء والاتزان يتخذ كل الاجراءات والتخطيط اللازم. أتوقع أخواتنا من الناحية الإدارية تعرضوا لبعض الأمور، يجب أن يتأكد الطالب قبل ذهابه حتى لا يشعر بفترة بهذا القلق أنه قبل شهرين ثلاثة شهور يكون مستعد تماماً من ناحية ترتيب سكنه وتثبيت مكان السكن مع من بيسكن الأمور الثانية. هذه كل الأمور المكانية والزمانية تخليه يشعر بالهدوء. إذا كان فوضوي وعشوائي ورايح على البركة ترى يشعر بمزيد من القلق، وربما صحيح. أول فجوة إحباط يتواجهها أو صعوبة في المكان الغربة ربما يتراجع ويرجع البلد على طول. إذن إحنا بنتجافى كل هذه المواقف، لذلك أوصيهم بأنهم يتخذون جميع الإجراءات اللازمة من ناحية ثبوتية الأوراق والتأكد من الحجز والتأكد من التوثيق، التأكد من مكان السكن، أخذ عدة أرقام هواتف حتى يشعر بالأمان. يعني هاي نقطة الأمان النفسي والاطمئنان في بعض الأمور البسيطة لو رتبناها فعلا تشعر بهذا الأمان. الشيء الثاني يتوقع أنه إذا ذهب إلى مجتمع غريب يجب أن يدرس ثقافة هذا المجتمع، يعني يطلع عليه ما شاء الله وسائل التواصل والتكنولوجيا وفرت الكثير. نعم. يطلع وياخذ أيضا خبرة من السابقين، يتواصل، يكون ذكي إنسان ذكي، ياخذ من السابقين الناجحين تجارب الناجحين وليس التجارب السلبية. يعني أتمنى يركز ما يسمع الأخبار السلبية المبعثرة أو الفردية، الحالات الفردية. نعم. لا تقول فلان صار له وفلانة صار لها في ذاك المكان، لا والله أنا ما راح أروح المنطقة الفلانية أو المدينة الفلانية أو الجامعة الفلانية. حتى الحين الله يحفظهم بناتنا وعيالنا في الجامعة وهم في بلدهم، مجرد يسمعون تجربة سلبية مع أستاذ أو مع قسم يتجافون الخوض في هذه التجربة. لذلك دائما أقول لهم اسمعوا التجارب الإيجابية. الأشياء السلبية تنتشر. نعم. ولازم كل إنسان واثق من نفسه ومتوكل على الله أولا وأخيرا، واثق في قدراته وتقوى الله. يعني خلهم يكونون على يقين، كل ما كان هو قريب من الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قريب معاه يوقع معاه. بالله أستاذة مريم راح نكمل حوارنا، لكن الحين مشاهدينا خلونا نروح لنديبنا علي النعمة المتواجد في فندق شرطن الدوحة ليوافينا من هناك تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. الكلمة عندك علي. يا اهلا مرحبا فيكم اخواتي في الاستديو، اصبح عليكم بالخير واصبح على مشاهدينا ومستمعين قناه ريان. احنا اليوم معاكم من فندق شرطن الدوحه الحديث حول استضافه دوله قطر اجتماعات لجنه التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون دول الخليج العربيه. للحديث اكثر حول هذا الاجتماع راح يكون معنا المهندسه اقبال الطيار مدير اداره المراقبه الفنيه لدوله الكويت. في البدايه المهندسه نرحب فيك على قناه الريان. اهلا وسهلا حياكم الله، وانا صراحه اشكر دوله قطر ونخص ايضا شركه كهرما على حسن الحفاوه والاستقبال لجميع الوفود الخليجيه ونشكركم. يعني طب لو نتكلم يعني عن اهميه انعقاد اجتماعات لجنه التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون الخليجي. ولله الحمد هذا العام طبعا كانت الرئاسة لدولة قطر، ولله أنجزنا إنجازات رائعة من خلال الورش والاجتماعات وأيضا من المطبوعات التي كان فيها نوع من تبادل الخبرات بين الدول لتوفير الوقت لنقل التجارب بين دول مجلس التعاون. واليوم نختم هذه الدورة بنقلها إلى دولة الإمارات العربية، ودولة قطر فعلا أنجزت إنجاز رائع هذا العام في من خلال الرئاسة برئاسة رئيس لجنة ترشيد الكهرباء والمائي السيد بوهلال الكواري. طبعا ما قصر، كان جهوده واضحة مع فريقه. طيب باشمهندس أنت تكلمتي عن مناقشة القضايا، ما هم القضايا اللي أنتوا ناقشتوها على جدول أعمال الاجتماع؟ طبعا من اول ما بدا جدول الاعمال شملت جميع المواضيع اللي تهم دول مجلس التعاون من ناحيه الربط الكهربائي، ايضا من ناحيه الـ الامور اللي تخص بالنسبه للامن المائي، ايضا كان في دور في نقاش عن اخر تطورات الترشيد
في المنطقة، يعني صراحة في جهود واضحة في الآونة الأخيرة من الدول في عملية عمل مشاريع تقنية ترشيدية، وأيضا اللي هي الطاقة البديلة الطاقة الشمسية، وأيضا في مشاريع في مجال الترشيد، وهذا اللي هو وجودنا اليوم. يعني صار يعني تركيزكم على الترشيد، هناك حرص شديد منكم على يعني ترشيد استخدام الطاقة والماء، ما أبرز ما تحقق في هذا الإطار؟ طبعا هذا أهم كل الدول متعاون أن هي تحرص، بالإضافة عملية إنتاج وتوفير وتطبيق الاستراتيجية لإيصال الخدمة للمواطن الخليجي، أيضا حريص على الحفاظ. فتلاحظ في الآونة الأخيرة في حملات كثيرة قامت فيها دول مجلس تعاون ترشيدية، يعني مثل التجربة الناجحة اللي عندكم ما هي بصعبة، هذه اللي قمتوا فيها هذه كانت رائعة. أيضا دول الكويت إحنا كان عندنا وفر بيزاتك، أيضا عندنا في المملكة العربية السعودية كان لها دور قوي، فإحنا فعلا في تجارب وناجحة اللي شجعتنا على أن نسويها حملة خليجية، وهذا وجودنا اليوم. إحنا اليوم رح إن شاء الله بمباركة حضور وزراء الدول مجلس التعاون رح ندشن حملة خليجية شعارها اقتصد لتدوم، وهذه هي اللي فعلا رح تكون انطلاقة خليجية لتثقيف المواطن بأهمية الحفاظ على الكهرباء والماء. طيب احنا في السؤال الاخير، عارف ان انت مشغولة عندك في الاجتماع داخل، كيف تقيمون مستوى التعاون في مجال الكهرباء والماء بين دول مجلس التعاون الخليجي؟ أصبح التعاون في الآونة الأخيرة في قمة النجاح نظراً لسهولة التواصل. أصبح الحين عندنا الجروبات بين بعض، أيضاً يعني تلقى التجربة مثلاً اليوم قمنا في مشروع على طول يتم نقله بالإيميلات بالهذا، يعني أكثر الوسائل الميديا الحديثة الآن أصبحت تشجع، سهلت علينا. فتلقى التجربة اليوم مقدمة تلقاها مباشر في الدولة مجلس التعاون، قاموا في عملية أن تطبيقها. ليش؟ أسهل من أن نجتمع ونقدم مستندات. أصبحت التكنولوجيا تنقل عن طريق الإيميل والجروبات والميديا وتويتر والأمور هذه، فصراحة وايد سهلت على الدول مجلس التعاون في نقل الخبرات وال... مهندسة إقبال الطيار، مديرة إدارة المراقبة الفنية بدولة الكويت، نشكر تواجدك معنا. تسلم، أنا شاكرة لكم حضوركم، وصراحة يعني أذن أشكر جميع من ساهم لإنجاح هذا الاجتماع، وشكرا للتلفزيون يعني قطر، صراحة يعني ما شاء الله ويد لكم نشاط ملحوظ، وأنا معجبة برامجكم، شكرا. احنا أيضا في قناة الريان نشكر تواجدك معنا. شكرا، وشكرا قناة الريان، وأشكركم يعني أيضا، شكرا. نعم أخواتي في الاستديو، هذا كان ما لدي من فندق شيراتون الدوحة، كنا تكلمنا معاكم عن استضافة دولة قطر اجتماعات اللجنة التعاون الفنية للكهرباء والماء. هذا ما لدي، نرجع لكم بالاستديو. يعطيك العافية علي، كل الشكر لك ولضيفتك. مشاهدينا نواصل حوارنا مع ضيفاتنا، لكن خلنا نروح فاصل ونرجع لكم. Thank you.
ومن بعد علوم الجو خلونا حين نروح لعلوم جرايدنا لليوم. مشاهدين الجريدة الأولى عندي هي العرب. الخبر الأول في العرب: الأمير يبحث مع جعجع المستجدات اللبنانية. والخبر الثاني من العرب: التسجيل لمدة 30 يوم لمحمدي تدشين جائزة التميز العلمي مطلع نوفمبر. الخبر الثالث في العرب: يختتم برنامج اليوم بمركز تدريب التمكين التربوي يؤهل 550 معلما جديدا. والخبر الأخير من العرب: الفوج الثاني يغادر الخميس العلي استكمال سفر أفواج بعثة الحج القطرية لمكة السبت. وأيضا نور أنا عندي الجريدة الثانية وهي الوطن. وأول خبر: نظمها المركز بحضور عدد كبير من المتطوعين 10 مبادرات شبابية بملتقى قطر التطوعي. والخبر الثاني من الوطن والمواطن: فتح طريق إلى ساحل الفركية وتوفير خدمات لروادة الكواري 790 مليونا لتطوير الخور، بدء إنشاء استاد البيت، والبلدية تعد تصميما لربطه بالشوارع المحيطة. والخبر الثالث بعد من جريدة الوطن ومن الوطن والمواطن: تحويلة لإشارات ضوئية يخفف الزحام مصدر بأشغال 3 أشهر لإزالة دوار الثمامة، 4 مسارات في كل اتجاه بجانب الطريق الخدمي، وأيضا الإشارات مزودة بكاميرات مراقبة على مدار الساعة. وأيضا الخبر الأخير من الوطن الاقتصادي: أكد أن الاقتصاد في وضع مريح العمادي، مضون في مشاريعنا ولا نية لرفع الدعم، البنية التحتية والصحة والتعليم أولوياتنا في قطر، جميع المشاريع دخلت مرحلة التنفيذ وستكتمل في وقتها. هذا كل ما عندي في جريدة الوطن. الحين عندي الجريدة الثالثة، جريدة الشرق مشاهدينا. وفي محليات الشرق: دعم التميز الأكاديمي بالاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا المبتكرة، جامعة قطر وأكسون موبايل توقعان اتفاقية لإطلاق برنامج علماء الأبحاث، دكتور الدرهم تعزيز التعاون في رصد المخاطر البيئية وإعادة استخدام المياه. والخبر الثاني أيضا في محليات الشرق: فتح باب التسجيل حتى 15 أكتوبر المقبل، افتتاح 11 مركز تعليم الكبار وإلغاء مسمى التعليم الموازي. وعندي أيضا في محليات الشرق الخبر الثالث يقول: 1470 طلبا أمام مكتب اللجان في 8 شهور، الحمادي البت في 90% من المنازعات الإيجارية خلال 6 أسابيع، وانتهاء عقود الإيجارات التجارية 14 فبراير 2016. عندي 35% من القضايا يجرى الاستئناف عليها عبر القضاء، و517 وديعة مالية بشأن إيجار العقارات منذ مطلع العام الجاري. أرقام كثيرة. عندنا الخبر الرابع والأخير مشاهدينا في الشرق، يسلط الضوء على المبتكرين طبعا العرب: مؤسسة قطر تستعد لإطلاق الموسم السابع من برنامج نجوم العلوم. هذا كان كل ما عندك. وحين في الجريدة الأخيرة، جريدة الراية، وأول خبر: تعديل سياسات وإجراءات المساعدات وإعفاء من معظم المستندات، زيادة المستفيدين من الدعم المادي بالجامعة، استقبال تبرعات الأفراد والمؤسسات، و800 طالب وطالبة يتلقون دعما خارجيا سنويا. أيضا الخبر الثاني من محليات الراية: أكد مواكبة القسم لأحدث التطورات محمد العبيدان للراية تركيب 350 طرفا صناعيا بمستشفى حمد سنويا، 12 ألف مراجع سنويا للقسم والبتر بسبب السكري الأكثر انتشارا. أيضا نور عندي الخبر الثالث من أخبار الراية الاقتصادية: في اليوم المفتوح لحاضنة الأعمال إطلاق أول حاضنة أعمال سياحية في قطر آل خليفة، نسعى لتوحيد جهودنا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. المضاحكة: نجاح رواد الأعمال يتطلب تعلم سبل التواصل وتبادل الأفكار. والخبر الرابع والأخير من الراية الرياضية ولمحبين الرياضة: اليوم في ثالث مبارياته بالتصفيات المزدوجة، العنابي يبحث عن فوز آسيوي جديد في هونغ كونغ، منتخبنا جاهز لإنجاز المهمة الثالثة رغم صعوبتها وقوة المنافس. نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. ونرجع الحين حق ضيفاتنا
ونرجع لك استاذه موزه لو تكلمينا عن عدد المشاركين في المسابقه. تقدم حق المسابقه 200 طالب وطالبه. ما شاء الله. يعني عدد كبير الصراحه، والمقالات اللي قدموها لان تم طلب انهم يكتبوا مقالات عن النفط، ويعني في مواضيع معينه. كانت 3 مواضيع كلها متعلقة بالنفط وتطوير النفط في دولة قطر وفي التنمية الاقتصادية لدولة قطر. 200 طالب وطالبة تم يعني خلال اللجنة راجعوا المقالات واخترنا أفضل 10 مقالات، وفازوا طبعا في النهاية 9 منهم، لأن واحد ما قدر يعني ينضم لنا، فاخترنا 9 منهم هم اللي جاوا كملوا عندنا البرنامج كامل. طبعا عرفناهم على البرنامج كامل اللي هو قادة المستقبل، إن هم يجون ينضمون لنا يقابلون رئيس الشركة ويعطيهم كلمة طبعا عن البرنامج وعن الشركة وأهمية التدريب عندنا في الشركة. طبعا عطيناهم بعد اختيار نوعية التخصصات اللي يبون ينضمون لها، فعرفناهم على شنو الأشياء اللي موجودة عندنا. يعني أستاذة يعني التخصصات أنتوا اللي تختارونها حق الطلبة اللي يكونون موجودين معاكم؟ التخصصات يعني عرفناهم على التخصصات اللي موجودة عندنا، وعقب يعني أخذنا رغبتهم وين يبون ينضمون. يعني هم لهم كل واحد حرية الاختيار وين يبون ينضمون، وين يبون يتعرفون أكثر عن التخصص نفسه. فسوينا لهم برنامج، اختاروا التخصصات اللي يبونها، سوينا لهم برنامج فترة معينة، يعني كان أقل شيء شهر ينضمون عندنا، يتدربون خلال هاي الشهر ويتعرفون على الخبراء اللي موجودين في القسم، طبيعة العمل في القسم نفسه، يكتسبون الخبرة طبعاً، ويتعرفون يعني حق طلاب الثانوية يتعرفون شنو يبون يتخصصون في المستقبل، وحق اللي في الجامعة يعرفون الخبرات نفسها في القسم نفسه. من نفس الموضوع مو بعيد عن الجامعة، بس خلونا نروح لمؤسسة حمد الطبية وبالتحديد لمركز التعليمي، حيث يقام اللقاء التعريفي الخاص بكلية الطب. نديم نغانم العلي متواجد هناك بوافينا بالتفاصيل. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، أصبح عليكم بالخير من مؤسسة حمد الطبية، حيث يقام في مؤسسة حمد الطبية اللقاء التعريفي لكلية الطب بجامعة قطر. يقام مشاهدينا الكرام في هذه القاعة، قاعة الحجر هنا في مؤسسة حمد الطبية، وذلك لتعريف الطلاب على متطلبات الجامعة وعلى الحياة الجديدة اللي راح يقبلون عليها بإذن الله. مشاهدينا الكرام، خلونا نناقش استعدادات الطلاب للقاء التعريفي، وأيضا استعداداتهم لبداية العام الدراسي الجديد، ونستضيف ضيفنا عبد الرحمن النعمة من كلية الطب في جامعة قطر اللي راح يكلمني عن استعداداته للعام الدراسي. صبحك الله بالخير. صباح الخير. والله صراحة احنا بدينا من أول أمس تقريبا، بدينا أمس تسجيل المواد، خلاص تقريبا خلصنا كل المواد، أشياء بسيطة بس قاعد نضبط نخلص فيها. مثل ما تشوف يعني عددنا طلع كبير، ما توقع أنه صراحة يكون عدد شيء أكبر يعني. وغير هاي إن يعني إن شاء الله نحن بنكون أول دفعة، إن شاء الله راح نرفع رأس قطر يعني بإذن الله، خاصة إن كل أول دفعة في جامعة قطر. طيب كلمني على دور الجامعة، دور العميد ونائب العميد والإخوان الموجودين في كلية الطب، دورهم في خصوصا أن أنتوا أول دفعة، فدورهم في توصيل المعلومات، هل أنت تشوف بالفعل توصلوا لفكرة توصيل المعلومة للطلاب؟ طبعا ما قصروا الصراحة معنا، يعني كانوا أول بأول إيميلات على طول، يعني حتى آخر الليل تكلمهم يردون عليك على الموضوع، مشوا ويانا حبة بحبة، ساعدونا في كل موضوع أوراقنا
شهاداتنا يبون نوصلها لهم لين يومك لين الحين قاعد يساعدونا. حتى امس كانوا ويانا في التسجيل يعني سجلوا لنا ماده ماده. طيب حياه جديده مثل ما انت عارف من المدرسه لين الجامعه، اكيد في بدايه الحياه الجديده هذه راح يكون عندك طبعا تخطيط خطه معينه راح تمشي عليها، فخططت انت ولا للحين؟ والله احنا تونا الحين باب جانا فيها يعني انا حاط ببالي او شيء اخلص هال 14 ساعه اللي عندي، بعدين شوي اشد على نفسي اكثر كل كورس نزيد شوي لين نخلص تقريبا كلها، نكون ان شاء الله في 6 سنين بنخلصها بالضبط في 6 سنين يعني باذن الله. ان شاء الله الله يعطيك العافيه وبالتوفيق. يعافيك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام هذا اللي موجود عندي من مؤسسه حمد الطبيه واللقاء التعريفي لكليه الاداره او عفوا اللقاء التعريفي لكليه الطب، هذا اللي موجود عندي. خلونا ننتقل مره اخرى للاستديو. يعطيك العافيه غانم وكل الشكر حق ضيفك وبالتوفيق لعيالنا باذن الله. نرجع حين نكمل حوارنا مع ضيفاتنا في استديو الصباح رباح. استاذة نعمة لو تقولين يعني هل ما زال يعني الابتعاث عندكم مفتوح، وهل يقدرون الطلاب اللي ما قدروا انهم يشاركون في الابتعاث يقدرون الحين يجون يقدمون؟ طبعا باب الابتعاث مفتوح والطالب ما زال يقدر يقدم عشان يلتحق خريف 2015 بالدراسة. بالنسبة لباب التقدم للغة انفتح واغلق وتم فرز الأسماء، وإن شاء الله راح يعاد فتح باب اللغة مرة ثانية إن شاء الله. لأن المعاهد اللغة يعني ما ترتبط أنه لازم يبتدون في الخريف 2015، في قبولات ممكن يحصل عليها الطالب أنه يلتحق باللغة في شهر 10 أو 11، فالقبول مستمر. لأن في يناير أيضا فصل اللي هو الربيع، في بعض الجامعات تسمى فصل الربيع أو فصل الشتاء، أيضا في طلبة عندهم قبول حق السنة التأسيسية أو السنة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. فإحنا على مدار السنة الباب القبول والتقدم للبعثات مفتوح. إزاي أستاذة نعمت بنتكلم عن نقطة مستكمل لها من ساعة وهي المعارض اللي تشمل الجامعات، كيف دور مكتب الإرشاد في توعية الطالب بهذه المعارض؟ المعارض الجامعية التي تقام ويكون للهيئة التعليم العالي المسؤول عن التعليم يكون لها موقع خاص في المعرض الجامعي. نعم. اللي أعد أساسا هيئة التعليم اللي أعدت للمعرض، في هالمكان نجاوب على أي استفسار للطلبة وأولياء الأمور، وأيضا يكون هناك في كتيبات تفيد الطالب والأولياء الأمر بالبرامج اللي للابتعاث والبرامج المستحدثة، وايضا يكون في ممثلين لكل جامعه بحيث ان الطالب يتواصل مباشره. نعم. مع ممثل الجامعه يتعرف على متطلبات القبول. نعم. يتعرف على الاستعداد للجامعه ويكون عنده التواصل مباشر مع هالشخص. انا اللي يمثل الجامعه هو اساسا يكون من مكتب القبول والتسجيل في الجامعه. نعم. فحلو ان الطالب ياخذ الفكره، ياخذ المطلوب منه للتقدم والاستعداد مبكر، خصوصا اللي يزورون المعارض لما يكونون من المراحل المبكره صف 10 11، فيكون ملمين بالاحتياجات اللي لازم تتوفر عندهم كاختبارات مستوى معين معدل معين، فيبتدي الاستعداد المبكر عشان يبتدون هم بعد يقدمون الاختبارات. بالضبط بالضبط. نعم. لان نحب انه يكون الطالب مستعد قبل. نعم. انهاء الصف الثاني عشر. بالفعل استاذه. مشاهدينا خلونا نروح من فندق سنتريجز مره اخرى لنديبنا عبد الرحمن المري، هذا اللقاء مع سعاده الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه. نتابع معك عبد الرحمن. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من فندق سنتريجز والاجتماع الثاني للجنه الوزاريه لاصحاب المعالي والسعاده وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليج العربي. نستضيف معنا سعاده الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه بدولتنا الحبيبه قطر، اللي بيكلمنا اكثر عن هذا الاجتماع المهم والمرتقب لاصحاب المعالي والسعاده وزراء العمل بدول مجلس التعاون. مرحبا بك سعاده الدكتور عبر شاشه قناه الريان الفضائيه، وشكرا لك على قبول الدعوه. في البدايه اجتماع تحضيري مهم، اجتماع اللجنه الوزاريه الثانيه، اهم المقترحات والبنود في هذا الاجتماع. الله يصبحك بالخير واشكركم على هذه الفرصه لاتكلم عن الاجتماع الثاني لاجتماع اصحاب المعالي والسعاده وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
لا يخفى على معلومكم ومعلوم المشاهد الكريم أن قضايا العمل وقضايا توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون بين الدول جميعا هي من أهم أولويات هذه اللجنة، وهي بناء على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يأتي هذا الاجتماع على أهميته في هذه الظروف حقيقة الدقيقة من توجيه الوظائف، إيجاد وظائف بديلة، دخول المواطنين في وظائف القطاع الخاص، كل هذه من المواضيع المهمة التي ستطرح على زملائي وزراء العمل بدول مجلس التعاون ودول الخليج العربية. أصحاب السعادة وكلاء الوزارات اجتمعوا بالأمس وخرجوا بتوصيات جيدة لهذا الاجتماع، وإن شاء الله سنزيد عليها فيما يستجد من أعمال كذلك. هناك من أهم البنود المطروحة على هذا الجدول هو اجتماع مشترك سيعقد إن شاء الله في قطر في نهاية شهر 10 بين وزراء التنمية الإدارية والخدمة المدنية ونظرائهم من وزراء العمل ودول مجلس التعاون لإيجاد خطة عمل بتوطين الوظائف بين دول مجلس التعاون للمواطنين. كذلك من أهم البنود المطروحة هي التعاون والتنسيق المستمر بين الأخوة الوزراء بين دول مجلس التعاون في المحافل الدولية، ولا يخفى على معلومكم أن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية هما منبران مهمان لقضايا العمل وقضايا العمال عربيا ودوليا، وهناك تنسيق حثيث بين وزراء العمل بدول مجلس التعاون، وهناك اجتماعات دائما تعقد تشاورية قبل هذه اللقاءات، ولله الحمد كان لها أطيب الأثر بالنسبة لنا في دولة قطر على بعض الشكاوى التي قدمت، وخرجنا منها ولله الحمد بسلام نظرا للتعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة. نعم سعادة الدكتور، ما أهمية دور قطر في هذا المنبر، منبر قطاع العمل والعمال؟ دور قطر طبعا دور مهم بمناسبة وأنتم كممثلين لرئاسة هذه اللجنة الوزارية، هل في اقتراحات، هل في توصيات من دولة قطر راح تعمل بها مستقبلا خاصة في الخطط المستقبلية؟ دولة قطر الآن طبعا هي دولة الرئاسة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذه الرئاسة الدورية نستفيد منها حقيقة في عدة أوجه، من ذلك تنسيق العمل الخليجي المشترك، كذلك لدينا مكتب في المندوبية الدائمة في جنيف لمنظمة العمل الدولية، هناك مندوب دائم كذلك لوزارة العمل، وهذا حقيقة ينسق العمل الخليجي في القطاع الدولي وقطاع التعاون مع المنظمات الدولية. على كل حال سنطرح تجاربنا في دولة قطر على الأخوان، وسنستمع إلى تجارب الدول الخليجية الشقيقة في هذا المجال، ونخرج إن شاء الله بفوائد جمة بعد هذا الاجتماع لعلنا نحيطكم بها علما إن شاء الله. إن شاء الله. كلمة أخيرة سعادة الدكتور تحب توجهها لكل مشاهدة، خاصة أن الدور عليكم كبير في ظل التحديات أو الصعاب اللي نواجهها في دول المجتمع، أيضا في التحديات في العالم كله خاصة في قطاع العمل. صحيح جدا على ما تفضلت، نسأل الله التوفيق، ونحن حقيقة مطمئنين للقيادة الرشيدة والتوجيهات والأولويات التي وضعتها للعمل وللعمال ولحقوق الإنسان ولله الحمد في هذا المجال، والأمور واضحة للعيان كذلك. إن شاء الله. كل الشكر لسعادة الدكتور عبد الله بن صالح خليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الله في دولتنا الحبيبة قطر. شكرا لك سعادة الدكتور عبد هذا الشاشة، الله يعطيك العافية، شكرا على هذه الكلمة. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لنهاية هذه الفقرة من فندق السانت ريجيس، حيث طلعنا فيها على أهمية هذا أو أهمية هذا الاجتماع، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون للخليج العربي. كان لقاءنا مع سعادة الدكتور عبد الله مصالح خليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للجنة الوزارية في هذا الاجتماع الثاني. نرجع لكم زميلاتي في استديو الصباح ربع، في أمان الله. شكرا لك عبد الرحمن، وكل الشكر لوزير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كان هذا مسك الختام، ونشكر ضيفاتنا نعمة الفايز استشاري إرشاد طلابي بهيئة التعليم العالي المجلس الأعلى للتعليم، وموز النعيمي مدير خدمات الموارد البشرية شركة ميرسك قطر للبترول، وأستاذة مريم الدوسري خبيرة في مجال التنمية البشرية. يعطيكم العافية على تواجدكم اليوم معنا ونورتونا صراحة. شكرا. مشاهدينا ومستمعينا كنا معاكم في الصباح رباح، تجولنا معاكم بالصوت والصورة في أكثر من موقع، وسلطنا الضوء على أحداث مهمة وتناولنا أكثر من موضوع. وطبعا لتواصلكم معنا مواقعنا المختلفة أمامكم على الشاشة، فيسبوك وتويتر وإنستغرام، ونتمنى أن نكون وفقنا فيما قدمنا لكم. والحين ننهي محطتنا معاكم في الصباح رباح لليوم، ونلقاكم بكرة إن شاء الله في يوم جديد وموضوعات متنوعة. فمان الله، مع السلامة.